واش اخوتي، احنا اخر لحظات في هاد البويبلو اخي. بعد 13 سنة د المعيشة في هاد البويبلو هذا، اليوم مكتب النهار اللي عم نشوف حنا. قلبكم كاميرا دي بريفيسكا، طلعوا في حنا. انتما كتشوفوا 5 درجات، 2:10 ديال الصباح. هي بلاصه الشوارع، انا كنسكن فوق، نمشي بحالي منين احسن. عمشي في حالي اخوتي، سالا باقي لينا 4 سوايع في 6 الصباح ان شاء الله. عندي الاوتوبوس باش نطلع في حالي، ومبغوص غنشد اوتوبوس اخر باش نمشي في حالي سانتاندير. يا هاديك باش كتسمع، عاود الواحد غيبدا حياة جديدة، خدمة جديدة، بدل عاود شوية. قالك لا، بدلتي العتبة تلقى الرحمة. دابا غنسمحو بريبيسكا وغنمشي عاود بوسكار، وعاود لافيدا في موطع اخر، ويكون خير ان شاء الله اخوتي. هانتوما كتشوف. المهم اخوتي، هاد الايامات كنشجع لكم بزاف فلوغات، يعني باقي ما نزلتهمش، يعني هاد الشيء غيجي بالترتيب. الفلوغ الاول فاش مشيت نشوف الخدمه وساعدتكم في المناطق ديال مدينه دي بوما، كانتابريا، ومن الفلوغ الثاني باش مشيتكم عاوتاني هديت الحوايج ديالي باش كريت الفرقون حتى مشيت. وهذا الثالث ان شاء الله غيكون على حساب نهار الاخر باش مشيت في حالي هاد البويبلو. وانتم مع الكراسه كي باتوا غير مزيان قهوه. طبعا البويبلو هذا عنود الدعوه اليوم. دابا 2 قسمارين تما شفتو، دابا نطلع من الدار عنعس عنوض في 6، نطلع في حالي مبروس وغنمشي معاكم حتى سانتاندير في الفلوغ. يعني عنديكم داكشي من بداية حتى النهاية، عشان هي خصكم تكونوا عارفين واحد الحاجة، باللي التأخر ديالي على حسب الخدمة اللي كنت خدام، بس سالينا بعنا ما تبعنا داك الإجراءات ديال الحساب وداكشي، مع مشغول شي هيدا مسائل شخصية عليها تعطلت هاد المدة ما كنزل والو. نزلتكم فقط 2 الفيديوهات باش كنت ماشي على حساب الخدمه، والخدمه ماشي كنمشي كنقلب وصافي، يعني كنفتش في الانترنيت وكيتصلوا بيا الناس، وكنمشي كنتلاقاهم كنتفاهم معاهم كنشوف داكشي واش غيفيدني ولا ما غيفيدنيش، على حساب الموقع، على حساب بزاف الحاجات. المهم اخوتي، خليكم دابا حتى الصباح ان شاء الله، ويصبح باش نخرج ان شاء الله ونكملكم فيديو باش ما نجيبش هادشي طويل غير بالليل. صافي حتى اني هنايا كنوصل للدار، هادي هي الحومة ديالي اللي كنسكن فيها بريبيسكا، حومة ساكتة ترانكيليداد. يلا خوتي، خليكم دابا وتصبحوا على خير. الصباح يا شعنا خوتي، الدار اللي كنا عايشين فيها، الكوزينة، كوميدور ديالها، هانتوما بلاكارات ديالها، كلشي موجودة. الدار بكلشي ديالها مجهزة، مويبليس ديالها، كالديرة ديال الغاز، لافادور ديالها، هداك غفينا تا هو مجا كتعدل فيه اللعيبات، أي حاجة. المهم نتوما كتشوفو الباكغروند، نيبيرا هيا شوف جديدة، خليت الدار نقية، الدار جديدة باش النصارى، باش النصارى كنخليو عاود كنخليو النظرة عاود علينا مزيان. نتوما كتشوف الصالون كي داير، بيرسيان ديالها مشدودين في البالكون، هاهو سبق لي وريتولكم مجموع ناطي، شعلو الضو ديالو. هانتوما البالكون، يعني متسخيتشي بيها، ولكن عاود لقيت سكينة أخرى، عاود فواحد المدينة أخرى، عالباسيو عاود
انتوما كل شيء ناويوس ميس خاشيخ هدش هدش لقيا كلشي محكوك باللي خيا جافيل وداكشي تخاش بيها الصراحة. هذا بيت النعاس هذا سبق لي وقلتو لكم هذا بيت اخو واحد تاني هانتوما خوتي ماريو في الحيط هاديك ديك البالكون تاني البالكون دي هانتوما صغار نعود تانية ماريوس الماريو أخو ماريو في حيط جوج كامت ها كامت جوج كامت أنا جوج ناموسيات الدار سكسفنا عليها وخلينا البالكون عاود باقي الأيام إن شاء الله الواحد يمشي نهار بيت اخر هذا المكتب فاش كنت كنصاوب ديك اللعيبات ديالي كدا تا هذا راه مكتب كيتحل ها انتوما كيهود هدا كيتقلب كاين هنا موسية كتخرج كتملا هكا وكتجبدة كتجبدة عندك ما جبتو هادشي دابا راه الليل المكتب اللي كان عندي هانتوما قاعدة بيت الناس هذا ايوا هانتوما الخوت هادي هي السكينة يلا الاخوان تهلاو في راسكم وتصبحوا على خير وتنغدي ان شاء الله ونكملكم الفيديو هاد السكينة راه درات فيها عام اخوتي دابا اخوي بربيش كان تلقلق ولك تصب الله وجيتني هنا وجبرت بقى خاويه راه مولاتها غتكريها لي حيتاش كتعرفني مزيان وعندي معاها او نتوما كتعرف الواحد كيخلي بلاصتو نقيه يعني هاد السيده هادي سبق ليها كانت تضر بزاف د الناس يعني عمرها لقات مشاكل مع المغاربه دابا عندي معاها مزيان يعني قلت لها قالت لي يعني قالت لي يعني ما سخيتش بيكم ولكن الخدمة جات لك ما عندك ما تعمل هذه هي الدنيا وهذه هي الظروف المهم اخوتي تصبحوا على خير وغدا ان شاء الله نكملوا الفيديو هنخرجوا في 7 الصباح 6 الصباح ونكملوا لكم الفلوك يلا تصبحوا على خير يا اخوان صباح الخير عليكم احنا ببوروز دابا صباح الشميشة طلعت هذا هو اونيفيرسيتاريو ديال بوروز انتما كتشوفوا عندي السيتا عندي واحد رانديفو دابا منين نعاود المحطة ان شاء الله حتاش مازال الحال عندي تا لواحدة ونص الكارت سانتاندير وهنا نهدو السنترو من بعد نكملو معاكم هدا هو الطبيب ديال الديفينو الديفينو فايوس كاين لي هنا وهدا اونيفيرسيتاريو كتسمى كنستنى الترامبية انتوما هنايا والسبيطار بقى هنايا فوق مشا كبير استناو الترامبية نعودو السنترو نكمل لكم فلوق الاخر في مدينة بوروز ان شاء الله منين سانتاندر خوتي الترامبية تعطل اونيفيرسيتاريو فين هو كيبان كبير اخوتي مشايد اجبرتوني انا عود حابين السنترو المهم انا عود دابا من بعد نكملكم المهم اخوتي حتى هنايا كان اخر فيديو عندي في مدينة بوروز هذه كتشوفوا اللحظات الاخيره اللي كانت عندي في المحطه ديال بوغروس من بعد فمش سكنت فيها من 2009 وانا في هذه البروفينسي هذه يعني درت فيها تقريبا 13 سنه هنايا ودابا جا الوقت الواحد يبدل
بلاصة. فات الساعة كنت خارج من محطة يعني ديريكسيون سانتاندير، كنت عندي واحد السيتا في اوسبيتال كما شفتو، كنت في السبيطار. وفي داك النهار نيت كان عندي البي مع الوحدة ديال النهار، وهذا الفيديو راه عملته نهار 18 في شهر جوج فهاد السنة هادي، حيتاش من ديك الساعة أنا موقف الفيديوهات، يعني كنعمل الفيديوهات ولكن ما كان مونطي ما والو، كنخلي داك الشي في التليفون. حتى جا هاد الوقت هذا باش ننزلكم هاد الفيديوهات ونتبعوا السلسلة ديال الأجزاء، وهذا غيكون الجزء ما قبل الآخر، حيتاش نزلتكم ثلاثة الأجزاء وهذا كتسمى الجزء الرابع، والجزء الخامس هو اللي غيكون نهاية فاش غنوصل لسانتاندير. يعني غننزلكم في صندوق الوصف كاع الأجزاء اللي عملتهم، الجزء الأول والثاني والثالث، ومن بعد كملوا تبعوا السلسلة. المهم أخوتي ما نطولش عليكم، اختار استناو آخر فيديو في هذه السلسلة ديال الأجزاء اللي حطيتكم، غيكون الجزء الخامس والآخر. كنتمنى تعجبكم هذه الاستوري اللي حطيتكم، بغيتكم تبارطاجيو فيديوهات وديروا إعجاب واشتراك باش ديما تكون استمرارية. دابا إن شاء الله غنبدا لكم فيديوهات ديالي هنايا متابعين باش ما نخبروش عليكم، يعني دابا غنبقاو معاكم في الاستمرارية، غنحاول نعمل لكم فيديو جوج فيديوز حتى ثلاثة الفيديوز في الأسبوع باش تكون الاستمرارية إن شاء الله. يلا أخوتي استنوا الجزء الأخري، وتحياتي للجميع والسلام عليكم.